كرمت مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الأساسي ببلدة تساوى المعلم محمد عبد الله الأنصاري كأول مدير لمؤسسة تعليمية في عموم بلدية وادي عتبة عبر احتفالية أقيمت بحضور أعضاء هيئة التدريس ومراقب التعليم وعدد من مديري المدارس بالمنطقة. في هذا اليوم ونحن نحتفل ونكرم المعلم محمد سني على ما بذل من جهود عظيمة في قطاع التعليم على مستوى منطقة وادي عتبة. المعلم السيد محمد شني الآن وصل مرحلة التقاعد وأبذل جهد كبير جدا في التعليم على مستوى منطقة وادي عتبة. ضمن الاحتفالية نظمت الكلمات التي تحدثت عن المحطات التي عاصر فيها المعلم المكرم حيث استلم إدارة مدرسة ابتدائية قبل 44 عاما لتبدأ معه أولى مراحل التعليم بشكل رسمي داخل البلدية، إضافة إلى عرض مرئي لمشاهد تبرز نشاطات طلاب مدرسة عقبة بن نافع التي عمل فيها حتى أحيل للتقاعد. بهذه المناسبة الكريمة اغتنم هذه الفرصة أن أحيي إدارة هذه المدرسة على تفضلها وتكريمي في هذا اليوم. فرصة أخرى اغتنمها في هذه المناسبة أتمنى من كل المدارس أن تقوم بهذه السنة، السنة الحميدة اللي هي ألا وهي تكريم الرعي الأول في كل بداية عام دراسي أو بداية عام تخصص يوم لتكريم رعي لكي المعلم يحس أنه أدى دور في هذا المجتمع. مسيرة المعلم الفاضل ابتدأت في نهاية الخمسينيات وهي مليئة بالمشقة والإصرار للمضي قدما نحو التعلم والتعليم، ليكرم اليوم وسط زملائه بجائزة رمزية وشهادة شكر تقديرا لصبره ولمجهوداته التي بذلها طيلة 4 عقود في سبيل إخراج جيل واع ومثقف يخدم المجتمع والوطن على حد سواء.